أهلا ومرحبا بكم. استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي يزور المملكة ضمن جولة له في المنطقة، حيث جرى استعراض العلاقات المتينة بين البلدين وآلية توسيع التعاون بينهما في مختلف المجالات. وتناول اللقاء التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والدور الذي يقوم به الأردن في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات. وركز اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور ممدوح العبادي على أهمية التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد جلالة الملك أهمية الدور الذي تقوم به الهند في ترسيخ الأمن والاستقرار ومكافحة التطرف. بدوره أكد رئيس الوزراء الهندي حرص بلاده على توطيد التعاون مع الأردن، لافتا إلى أهمية الزيارة التي سيقوم بها جلالة الملك إلى الهند لجهة تطوير العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين، وبخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.